رجعنا وياكم مشاهدي الكرام لنتحدث ونستكمل باقي فقرات برنامجنا نسا مازاكروس لهذا اليوم. بالتالي اليوم لازم نسولف اني والبنوتات حلقه نسويه جميله هاي. لازم نتطرق لموضوع التربيه والابناء مع الابناء تحديدا. بالتالي انه احنا دائما نسعى في العائله العراقيه بموضوع اجتماعي، وتحديدا احنا فتحنا الاتصالات على هذه الفقره. راح نكون جاهزين بعد دقائق قليله بالجو. هاي الاتصالات راح تكون مباشره مع الناس اللي نتحدث عن موضوع الابناء. عاده بنات نشوف الاب كان سابقا ذات سطو بالتربيه، تربيته كلش قاسيه على الابن، بحيث الابن يشب رجال مثل ما يقولون اهلنا. فانتوا شنو وجهه نظركم؟ فعلا طبعا ممكن انه اكو مثل متعارف هو ان كبر ابنك خاوي، وهذه من الامور المنطقيه جدا. اليوم ممكن الابناء مع التطور اللي صار، مع تطور الحياه، تطور ممكن الظروف، الواقع، ايضا هذه الامور كلها ممكن تاثر على اطفالنا. اليوم هذه ممكن انه التعامل مع الابناء راح يعكس شخصيته بالمستقبل، تعامله مع الاهل، حتى ممكن ان الطفل كون اسره بالمستقبل، كيف ممكن انه هو راح يتعامل معهم. هذا الموضوع كله ممكن أن يأثر. طبعاً أكيد اليوم يا زميلاتي اليوم تربية الأطفال طبعاً أكيد تختلف 100% عن ما إحنا تربينا والأجيال القبلنا وقبلنا. اليوم مع تطور العلوم والتكنولوجيا وظهور الآيباد وغيرها وغيرها، هذا كله خلق يعني الجو غير جو اللي إحنا كنا نتربى فيه. فعلا. يعني اليوم انه الطفل لا اريد الايباد يلا اكل، اريد الايباد يلا انام. نعم. هذا كل الصعب اكيد. واحنا بالضبط. نعم يا عندنا اتصال هاتفي؟ اكيد. عندنا اكيد احنا اليوم راح نظل نناقش بهذا الموضوع لانه هو موضوع مهم. بالتالي اليوم الابناء وتربيتهم جدا صعبه. لانه ما تعرفين شلون تتعاملين ويا الطفل بحكم تغيير جيله، فاحنا لهذا راح تسعفنا بهذا الموضوع عبر الهاتف. ضيفتنا راح تكون الست عبير، باحثه واكاديميه بشان تربيه الطفل وهذا الموضوع. الدكتوره شيماء عبد العزيز. الو. الو. صباح الخير، يسعد صباحك ست. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم ويسعد صباح كل مشاهديكم. شكرا. شكرا لك وياك اليوم احنا بنسى مازاكروس وياك فاطمه قيدار. اهلا وسهلا. شكرا لك ست فاطمه. اهلا وسهلا حبيبتي. شكرا لك. شكرا لك ومشاهديكم. شكرا لك. خليني اسالك ست عبير، شنو الاختلاف اللي حاصل بالفتره ست شيماء؟ انا اعتذر ست شيماء، عفوا اني دكتوره شيماء. حياك الله دكتوره شيماء، حياك الله. ممكن تحدثيني شنو الاختلاف اللي حصل بتربيه الابناء سابقا وحاليا، وشنو الامور اللي يلاحظها المجتمع وتربيه الاسره؟ نعم اكيد. خلينا نتفق من البدايه انه تربيه الابناء اختلفت ما بين القديم والحاضر. اكيد تربيه الابناء سابقا كانت مقتصره على الاب والام والكبار الموجودين بالاسره، قد يكون الجد الجده العام. الان خلينا نتفق كليتنا انه التربيه ما اقتصرت على الاب والام والكبار. نعم. دخل ثالث مؤثر في تربيتهم وفي تشكيل شخصياتهم وفي تنشئتهم مستقبلا، هو الانترنت والتواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثه اللي هي دخلت مع الآباء ومع أولياء الأمور في تنشئة الأبناء، قد تكون أكثر تأثير بشخصياتهم بسلوكهم من الآباء والأبناء. يعني اللي يشاهدوه بالإنترنت هو المؤثر، هو اللي قدوة لهم أكثر من الأب والأم. لهذا يقول الأب والأم يعني أنا أحكي وياه بس ما يعطي أهمية أو ما يدير بال الكلامي. تمام. بينما يباوع شيء بالموبايل او بالانترنت هو اللي يتاثر به اكثر من. اكيد طبعا. لهذا طيب. دكتورة يعني اليوم هل ممكن دور المدرسة، دور رياض الأطفال، هل هو مؤثر في تربية الأطفال؟ هل أصبح ممكن أن يغير من نمط تربية المنزل، وممكن أنه لما يداوم مدرسة أو يروح إلى رياض الأطفال ممكن أنه تتغير بعض القواعد اللي تكون موجودة بالبيت؟ نعم أكيد. هو المؤسسة الثانية اللي تأثر بتشكيل شخصيات أبنائنا هي المدرسة، يعني بدءا من رياض الأطفال ما قبل المدرسة، يعني بعمر الأربع سنوات والخمس سنوات أكيد لها تأثير مباشر. لكن هل الآن
أطفالنا اللي هم في عمر الأربعة والخمسة لتأثر بهم القوانين التربوية اللي هي برياض الأطفال، ممكن أن تأثر إلى حد ما، لكن التأثير الآن نلاحظ أبو السنة والسنتين هو مقابل الآيباد ومقابل الإنترنت، لكن لابد أن نشتغل على النظام التربوي بدءا من رياض الأطفال، بحيث تتضمن هاي المناهج اللي تحتوي الأطفال اللي تأثر بالأطفال، مناهج حديثة مواكبة للعصر، مواكبة للثورة التكنولوجية، حتى تكون تأثيرها مباشر، حتى تكون أكثر تأثيرا بالأطفال من الإنترنت. لهذا علينا أن نعي كيف أنه نبرمج العملية التعليمية بدءا من رياض الأطفال وصولا إلى الجامعة، أنه تتضمن المناهج العالمية المواكبة للتغيرات والثورة التكنولوجية الحاصلة، حتى تكون مؤسسة صحيحة في بناء الشخصية، وليس مؤسسة غير قادرة على التأثير في سلوك الأبناء. طيب دكتورة، اليوم نشوف بعض الأطفال أنه حتى الخوف فقدوه شلون من الأب أو من الأم، شلون نعيد سيطرة الأب على الابن؟ يعني بالذات إحنا هسه تطور التكنولوجيا والعلوم والآيباد وغيرها من هذه التكنولوجيا، فأهم خلني نيجي نقول يعني ماذا يتطلب من الآباء، يعني يتطلب انه حتى يكونون مؤثرين، ان يرجع صورة الاب المؤثر في ابنائه. عليهم ان يعني خلي يطورون مهاراتهم التربوية، مهاراتهم في تربية الابناء، في تنشئتهم، يعني وفق هذا التقدم والتطور اللي صاير بالعالم وليس في العراق فقط، يعني وفق التطور التكنولوجي لابد أن الأب والأم أن يواكبون هذا التطور حتى يكونون قوة مؤثرة في أبنائهم، أن يكونون واعين ومراقبين ومرشدين لأبنائهم وفق التكنولوجيا الحديثة. عليهم أن يخلون قوانين، يعني قوانين واضحة ومحددة ومختصرة بالبيت، يعني هاي القوانين حتى يقدر الأبناء يطبقوها، قوانين بسيطة يقدرون يطبقوها، وأن يكون الآباء هم يطبقون هاي القوانين حتى يكونوا قدوة. نعم. يعني قدوة في نظر الأبناء. نعم ست شيماء. طيب حدثيني عن أهم الإرشادات. يكونون أيضا مرنين. نعم. بالتعامل، لا يكونون يعني ما صورة الأب القاسي اللي هو اللي يفرض القوانين على الأبناء يطبقوها، أن يغادرون هاي المرحلة. نعم. يعني صورة الدكتاتور أصبحت فاشلة في تنشئة الأبناء، عليهم أن يكونون مرنين بالتعامل، أن يكونون أصدقاء لأبنائهم سواء البنية أو الولد، يعني أنا أحكي عن الجنسين، يعني خاصة بالإنترنت واللي المواقع اللي يدخلوها، أن يخلون جدول، هذا الجدول أنه يكون مطبق من كل كل أفراد العائلة بدءا بالأم والأب، أنه ما يكون مفتوح قبل ما ينامون، أن يغلقون الشبكة، يعني ماكو حتى ينام الطفل أو ينام الابن وهو بباله انه ماكو انترنت، انه ماكو هذا التواصل حتى يفيده هذا النوم، انه نعم ما يتعود على عادات سيئه، وبهذا انه ممكن ان نحد من سيطره ودخول الثقافات الاخرى في تنشئه الابناء، وتقتصر على الاباء والابناء او الاباء في تنشئه ابنائهم بصوره صحيحه وعلميه. نعم ست شيماء. طبعا طيب حدثيني بصورة مختصرة الآن، أن الأولاد كلش عنيدين، ما يقنعهم شيء، ما يفيد وياهم الأسلوب اللي يمارسوه الوالدين، كيف هنا إرشادات حضرتك للوالدين كيف يتم التعامل معك هكذا أبناء؟ نعم العناد، خلينا نتفق من البداية أنه العناد هي مرحلة نمو نفسية تطابق مرحلة النمو الطبيعية، يعني بعمر السنتين إلى الخمس سنوات هاي المرحلة يبدأ الطفل بمرحلة العناد الطبيعي، أنه هو حب التملك،
حب التعرف على الأشياء، الاحتفاظ بالأشياء، يعاند الأم، يعاند بأشياء معينة، لكن لابد أن يغادرها ما بعد الخمس سنوات أنه حتى يكون طبيعي. لكن عندما يكون الطفل بعمر الستة فما فوق وهو يمارس هذا السلوك، سلوك العناد، لابد أن نرجع إلى من زرع أو عود الابن على هذا السلوك. أكيد الآباء تعاملهم مع أبنائهم يولد هذا السلوك أو يصر علي الابن أنه يمارس هذا السلوك معه للحصول على أشياء. يعني علي على الآباء أن يكونون مرنين بالتعامل، أن يعودون أبنائهم من الصغر أنه ليس كل الأشياء اللي يطلبوها هي لابد أن تتوفر، حتى لا تتشكل عندهم سلوكيات خاطئة للكبر. أحياناً إحنا نعلم أبنائنا على بعض السلوكيات الخاطئة ومنها العناد، فعلينا من البداية أن نكون واضحين في التعامل مع الأبناء وفي العلاقة ما بين الآباء والأبناء، أن تكون علاقة مودة ورحمة ومحبة حتى ينشأ طبيعة الطفل. نعم، الباحثة والأكاديمية الدكتورة شيماء، شكرا جزيلا على هذه الكلام وأيضا المعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها حضرتك. شكرا جزيلا، شكرا مرة ثانية نورتينا. شكرا لجمهوركم. يا أهلا وسهلا. فعلا يعني الموضوع يا فاطمة وهمسة الموضوع جدا مهم، خصوصا مع الأطفال، هذه البذرة اللي ممكن أنه هي تكون حصاد المستقبل. اليوم الأطفال كل ما كانوا متربين على أساس صحيح، بعيدا عن العنف، بعيدا عن الضرب، لأنه هذه حالات صرنا نشهدها على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوفها، حالات ممكن تكون تؤدي إلى وفاة الأطفال للأسف. ضروري جدا أنه ننتبه على هذه البذرة، نربيها تربية صحيحة وبنفس الوقت نكون متفاهمين لهذا التطور. أكيد يا عبير، بالتالي نشوف كثير من الآباء أو الوالدين بصورة عامة عندهم خلل بطريقة التربية، عندهم العنف، يا أما أنطيك تليفون خلي أرتاح، يا أما دوخنا أنطوه تليفون خلي يسكت شوية. فتشوفين هنا الطفل وين عاش، عاش على التليفون، عيونه راحت، تركيزه راح، فقراته راحت، اسمه أنه هو مدنق رقبته على التليفون. فاليوم خلونا إحنا نترك كلمة إعلامي ومقدم برامج على جهة ونسولف في العائلة عفوا العراقية بكل حب، بكل ود، كأنه إحنا فرد من هاي العائلة. بالتالي إحنا نريد ننشأ جيل صالح للمستقبل، نريد يعني يكون الجيل مالتنا متحد. فشنو رأيك يعني بهذا الموضوع؟ طبعاً إحنا اليوم مثل ما ذكرتي إنه بعض الآباء إنه العصبية يستخدموها، حتى بعض الأمهات، يعني إحنا ممكن إنه إحنا نقدر ظروفهم، الأمور اللي إحنا دا نمر بيها والظروف هذه تؤدي إلى العصبية شوية والحر، يعني هذا شيء أكيد. لكن انه نشوف الطفل يعاند من تصير الام عصبيه اكثر والاب عصبي اكثر، احنا يمكن انا اشوف مرات انه لا خلاص اقول له انا زعلتك، هو يهن ويعني انه يرجع لا يسوي الشيء اللي احنا نريده، فيكون صديق لنا، يعني حتى هو صغير مهما يكون عمره لا نشوفه انه حيكون قريب لنا، يعني فاحنا يمكن نبتعد عن العنف والضرب مثل ما ذكرنا. فعلا همسة، يعني ممكن في بعض الأحيان العنف والعصبية يؤدي إلى كذب الأطفال، وبالتالي ممكن أن يمرون بمشاكل كثيرة بحياتهم بالمدرسة بالابتدائية، حتى ممكن بالروضة، وبالتالي ما يقدرون يبوحون عنها للأهل لأنه ممكن أن الخوف من ردة الفعل، كل هذه الأمور ممكن أن تأثر. إحنا طبعا دائما نتمنى أن يكونون أطفالنا دائما يكونون متربين بأجواء جميلة مريحة ممكن أن نداري بها نفسيتهم، لأن الطفل صحيح مرات ما يقدر يعبر عن نفسه، لكن لابد أن إحنا نراعي هذه النفسية. طبعا مشاهدينا الأحبة بالتأكيد مكملين يعني موضوعنا لهذا اليوم وحوارنا، وأيضا مكملين برنامجنا. حاليا رح ننتقل إلى استطلاع يدور حول هذا الموضوع، خلينا نشاهده ومن بعد أكيد لنا عودة.